الاهلي وبرنامج 7 دي سبورت. الله يخليك يا عبد الرحمن وبالتوفيق يا حبيبي، ودايما تبقى ضيافه مميزه كده يا رب دايما. ربنا يخليك يا كابتن، انت عارف انت وش السعد عليا دايما يعني. مش عارف ابدا معاك منين يا كابتن، لان جمهور الاهلي عاوز يسمع منك حاجات كتير، لكن خليني ابدا واقول لك مبروك على النجم ال 11 في الاول. الحمد لله رب العالمين، يعني تعب منظومه كامله من مجلس الاداره للدرجه الابتدائيه للعيبه للجهاز الفني جمهور بالتاكيد كل الناس يعني. طيب مشوار البطوله ده ما كانش سهل، لكن ايه اكبر الصعوبات في النسخه دي من وجهه نظرك كابتن سيد؟ والله بس كل المباريات وكل المراحل بتبقى فيها صعوبات، يعني اعتقد من بدايتها خالص، من يوم ما خدنا سفر من شهر 10 اكتوبر اللي فات ده واحنا بنلعب الاتحاد المنستيري، حتى اختيارنا او القرعه بتاعتنا مع نادي عنده جماهيريه عنده شعبيه في تونس، وكان خاتم موسم كويس قوي في تونس هناك، كان طلع الثاني بعد الترجي، لحتى خد تقريبا ثلث ساعه اللي قبلها كان ممكن يبقى هو اللي محقق اللقب. فمن المحطه الاولى كانت الدنيا مش سهله ابدا، البطولات الكبيره والبطولات الافريقيه دايما بتتاخد على مراحل، عدي المراحل الاولى وبعدين تبص في المرحله الثانيه. دوري المجموعات كان صعب جدا بالنسبه لنا، راح وجه كذا مره، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين بعقليه اللعيبه وشخصياتهم وطريقه تفكيرهم واسلوبهم في التعامل مع المواقف الحمد لله كانوا نجحوا. الحمد لله دايما يا كابتن. كان ليك نظره كده في المطار، تداولاتها السوشيال ميديا بشكل واسع قوي، ازاي بتتعامل مع فكره انك تلاقي حد بيشجع نادي منافس ليك من دوله تانية بعلم نادي منافس؟ بتشوف ده ازاي؟ وشفت وتعاملت مع الموقف ده ازاي مع اللعيبه كمان؟ هو كان بيستقبلكم في المطار تقريبا يعني. والله بص، يعني في مراحل برضو في الحياه كده او في اهداف في الحياه بتبقى مهم جدا انك محددها، يعني تحديدا في اللقطه دي او في المرحله دي او في الايام دي او في الظروف، انت ما بتبقاش شايف خالص غير ال 90 دقيقه، كل اللي يناسب 90 دقيقه، كل اللي حوالين ال 90 دقيقه بتفكر فيه. ممكن يحصل حاجه بقى صغيره، حاجه كبيره شويه حوالين الموضوع ده، مش عايز اقف عندها كتير، لان هي في النهايه ال 90 دقيقه بتساوي بطوله بتساوي تاريخ. هنفضل نتكلم على البطوله واللقب سنين طويله، محدش هيفتكر التفاصيل دي، رغم التفاصيل دي ممكن تاثر بالايجاب او السلب يعني. انا شايفها اثرت بالايجاب يا كابتن بصراحه، يعني كانت حافز للفرقه كمان. الحمد لله رب العالمين، بس برضو على فكره يعني انا بقول ان لو هتقول بقى يعني حاجه اللي ادتنا البطوله، اقول ان الجون اللي دخل فينا في الدقيقه 84 كيفيه التعامل فيه معاه او كيفيه التعامل مع الهدف ده، كيفية إدارة الموضوع بعد المباراة مباشرة اللي كانت في استاد القاهرة، الكلام اللي اتقال مع اللعيبة في أوضة اللبس بعد اللقاء على طول، كان في حالة إحباط شديدة جدا، يعني مش إحباط أو تشكيك في قدرات اللعيبة أو المباراة الثانية قد توقيت الهدف. فكان مهم سريعا قوي إن أنت ترفع راسك وتبين للعيبة إن إحنا كسبانين مش خسرانين، وإن إحنا رايحين هناك إحنا المتقدمين، وان احنا نتعامل مع اجواء صعبه شويه هناك، فمهم قوي ان انت تنسى اللقاء حتى لو كنا كسبنا 2-0 على فكره. فانا اشوف ان اللقاء بدا من الدقيقه دي، او الاستعداد بدا من الدقيقه دي تحديدا يعني. حتى الجمهور بتاع الوداد نفسه لما ولع مره واحده شماريخ كتير والاستاد مره واحده اتعبق كده، انا حسيت ان ده موقف يعني ده نقطه تحول في الماتش، اللعيبه اتحفزت اكتر، الهدوء ده اثر على اللعيبه بشكل كبير جدا، حسيت ان دي هي نقطه التحول الراسيه، الهدف والمره واحده الاحتفال بتاع جماهير الوداد اللي ما كانش مبرر الحقيقه يعني. وبرضه ارجع اقول لك يعني خلي بالك يعني الحقيقه برضه بين الشوطين يعني كنا مهم قوي قوي يوصل للعيبه ان احنا عايزين نلعب كره. الشوط الاولاني لكن تكون ما لعبناش 22 دقيقه 23 دقيقه من عمر 45 دقيقه. طبعا المباراه كلها تضييع في الوقت، المباراه كلها عصبيه شويه، المباراه كلها شد وجذب، المباراه كلها فاولات، المباراه كلها بتوقف، الحكم حتى يعني مش عايز اقول ان فيه اخطاء في ال 18 او في الحاجات اللي هي ممكن يبقى تعدل من النتيجه او تغيرها، لكن السيطره على اللقاء ما كانتش موجوده. فكان مهم ان احنا انت بتتكلم على لقب فاضل له 45 دقيقه، يعني العب لعبنا والعب كورتنا عشان نكسبه، فكان مهم ان اللعيبه تخش المباراه بشكل هادي، ولما جبنا الجول يعني خلاص ماشي يا عم، خلاص انت بتعرف تعمل ده واحنا برضه بنعرف نعمله، لكن احنا عايزين نلعب. ايه اطلعي بسرعه. الو تمام، حاولوا تجيبوا كابتن سيد تاني يا جماعه، تقريبا خط قطع. يعني الكلام اللي بيقوله كابتن سيد مهم جدا، انا شايف ان فعلا نقط التحول في المباراه دي كان واحد الهدف اللي دخل فينا، اتنين اللحظه اللي احتفل بيها جمهور الوداد، ويمكن العطله اللي عطلت اللعب دي ادتنا احنا نفس وادتنا يعني فكره ان احنا نقف نتلم ونتناقش اكتر عشان خاطر يبقى معانا وقت
من غير ان احنا بيبقى في شغل خططي والشغل اللي بيتكلم عليه كابتن سيد ان احنا نلعب كورتنا والكلام ده كله، لا كان في وقت كمان ان احنا نفسيا نتزن في الملعب ويبقى في ثبات انفعالي من اللعيبه، دي كان وقت مهم جدا. رجعنا لكابتن سيد تاني معانا. عبد الرحمن معاك سامعك. ماشي يا كابتن. طبعا انت كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا يا كابتن، احنا فعلا فكره ان انت تلعب كورتك في الاجواء دي كانت مش سهله ان انت ترجعها للعيبه في الملعب تاني يا كابتن. بالتاكيد، لكن هرجع اقول برضو يعني المقوله الدايمه والتركة، كل ما كان الهدف كبير وعظيم التضحيات بالنسبه له تبقى اقل شويه، يعني لازم تكون تضحيات كبيره لكن بالمقارنه بيها تبقى اقل شويه. طيب انت بتتكلم على لقب افريقيا 8؟ سامع الكابتن معاك، اتفضل يا كابتن. بتتكلم على لقب افريقي، اللقب الافريقي ده يعني مهم جدا انت تبقى مركز فيه بشكل كويس، بتحاسب على كل تصرفاتك. اثنين، ان انت تتذكر كميه التضحيات اللي انت عملتها من اكتوبر، من سفر، من ترانزيت، بعد عن الاهل، بعد عن الصحاب، بعد عن النادي، من تكمله، من احداث، من مشوار صعب، من لقطات مش ظريفه، من تشكيك، من حاجات كتير قوي، كل دي خلال 90 دقيقه. اللي هيقدر يسيطر على مشاعره، اللي هيقدر يسيطر على افكار سلبيه بالنسبه له، واللي يقدر يحولها لحاجه ايجابيه، هو ده اللي هيقدر يوصل للقب. مظبوط طبعا كلامك كابتن اكيد. طيب في نقطه، في ناس بتحاول تشكك في انجاز الاهلي وتحاول تشكك في الطريقه اللي الاهلي خد بيها البطوله، الاهلي جاي من بعيد قوي حتى في التاهل ما كانش سهل. عايزك ترد يا كابتن على الناس اللي بتقول ان الاهلي بياخد بطولات بالحظ، ان الاهلي بياخد بطولات يعني انا شايف ان دي من اصعب البطولات اللي خدناها. حضرتك تقريبا واخد 7 بطولات كلهم طبعا ليهم معزه خاصه عندك انا عارف، بس انا بالنسبه لي مثلا البطوله 9 وبطوله الماتش الصفاقس، لكن شايف الناس اللي بتقلل من شأن البطولات دي بالنسبه لنا بترد عليها ازاي يا كابتن؟ والله هرجع اقول برضو يعني احنا السنه دي يمكن من السنين اللي كنا احتفظنا بهدوءنا بشكل كبير قوي، وكان السول له اثار ايجابيه حلوه قوي، يعني خلينا اشتغلنا بس اطار الدائره بتاعتنا، يعني الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ناخد السوبر مرتين، سواء كان يوم 28/10 في الامارات مع الزمالك قدام الزمالك 2-0 او قدام بيراميدز 5-5 في الامارات، ويوم 10/4 برضه كان مباراه الكاس. فكان مهم ان احنا نفكر قوي 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 ونركز قوي في الدائره بتاعتنا. لكن انت مش هتغير افكار الناس يا عبد الرحمن. ده بنسمعه كل بطوله تقريبا صح يا كابتن؟ كل واحد له تفكيره ودماغه يعني اللي بتريحه يعني. فخليك انت في المشوار بتاعك، في اوقات بتبقى مهم قوي ان انت ترد في اطار مصلحه الفرقه ومصلحه التيم والمرحله اللي انت فيها. لكن في اوقات تانية بتبقى محتاج ان انت تقفل على الفرقه حتى لو كانت الكلام كتير قوي او التعبيرات او الاراء او الاستفزازات بتبقى كتير، لكن المهم ان انت تعرف كويس او اوصل لنجاح ازاي او اوصل للهدف بتاعي ازاي. مظبوط كلامك كابتن. طيب كلام كتير قوي عن لعيبه الاهلي وان فلان هيمشي وان فلان عنده عروض وفلان عقده بينتهي، ازاي تطمن جمهور الاهلي على مواقف الموقف بتاع الفريق في المرحله دي، وهل مستر مارسيل كولر بدا فعلا يخطط ولا لسه احنا مستنيين لما الموسم ينتهي تماما؟ بص يعني انا شايف ان انا الواجب بتاعنا لسه ما خلصش خالص، يعني انت لسه عندك بطوله الدوري، وبطوله الدوري فيها 30 نقطه بره لحد دلوقتي، يعني عندنا 10 مباريات متبقيين، يعني ترتيبنا في الجدول مش هو الاول، صحيح لنا 6 مباريات متاخره لكن في النهايه مشيت الاول. مهم جدا ان انت تخلص الدوري بتاعك بشكل ايجابي، مهم جدا ان انت تتعامل مع اللقاءات برضه بشكل ايجابي، مهم جدا ان انت تبقى عندك درس من اللي فات. بطوله الدوري من البطولات المهمه قوي 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 لينا على مدار تاريخنا طبعا، وغايبه بقى لها سنتين كمان يا كابتن. لكن بالذات السنه دي ليها حسابات خاصه، فالناس تعرف كويس ان لسه واجب خلص خالص، فمهم جدا ان انت تخلصه على خير ان شاء الله. الجزء الثاني ان انت برضو ما يبقاش فيه اجواء سلبيه بالنسبه لك، عايز تختم الموسم بشكل حلو، عندك مباريات متبقيه كلها صعبه كلها صعبه، لكن حتى في الناس اللي هي تحتيك على طول او الناس اللي هي بتنافسك على طول لسه ما لعبتهمش. يعني عندنا المربع الذهبي لحد دلوقتي، عندك بيراميدز وعندك الزمالك وعندك فيوتشر، كل دول في ال 10 مباريات اللي جايين يعني. فانا اشوف ان الكلام في الوقت ده على العروض او البيع او الشراء او بشوف ان هو مش ايجابي يعني. ماشي، انا مش ضد فكره على فكره ان يجي لك فلوس كويسه قوي 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 في واحد تمام، او في حد ممكن يتم تعويضه او يبقى في بديل حتى وان ما يكونش بنفس الدرجه بنسبه 100%، ممكن يبقى 80% 85% 90% ومع الدنيا يزيد يعني. لكن انا مش ضد ده خالص يعني، لكن انا بتكلم على التوقيت، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا. طيب
مارسيل كولر وجهازه ازاي قدرت تحميهم من الهجمات المسمومه من بعض القنوات ومن بعض الناس اللي كانت بتحاول تهاجمهم في البدايه كمان الفتره اللي فاتت دي كلها؟ عبد الرحمن اللي بيلعب في الاهلي او اللي بيشتغل في الاهلي لازم يتساوى عنده المدح والذم. يعني انت عشان تبقى تلعب في نادي او تشتغل في نادي بحجم الاهلي لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت معرض لضغوط شديده جدا. الضغوط دي لو ما عرفتش تتعامل معاها هتبقى في خلل كبير في الشخصيه. الراجل اللي عنده ثبات رائع جدا بيبان في المؤتمرات الصحفيه، طبعا بيبان جدا في المؤتمرات الصحفيه، حتى باللقاء الاخير في المؤتمر الاخير في ماتش الوداد، يعني ده بيأثر بالايجاب ومردوده على اللعيب، فده مهم جدا ان يبقى عندك في عقليتك وشخصيتك وطريقه كلامك. يعني هي الموضوع مش تصريحات بتديها وخلاص، يعني والا مش هتبقى مسؤول بحجم نادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين، يعني برضو احنا موفقين جدا في مجموعه من الناس تشتغل اكتر بكتير جدا جدا ما بتتكلم، حتى لما تيجي تتكلم بتعرف تعبر كويس. مظبوط، حتى انا شايفه ان هو كمان المؤتمرات الصحفيه تحديدا بيبدا المباراه من المؤتمر الصحفي، يعني الماتش اللي فات ده كان في حرب شرسه من طبعا النقاد والصحفيين المغاربه، هم كانوا عايزين يعملوا معانا حرب نفسيه قويه جدا. الراجل بمنتهى الثبات الانفعالي كان بيرد وقلب الموضوع بالعكس، يعني انا حاسس ان هو بدا المباراه فعلا في المؤتمر الصحفي. يعني اكيد، يعني الحمد لله رب العالمين. وهل انت شايف ان هو بقى اهلاوي كده خلاص يا كابتن، اتطبع بطبعنا وبقى شارب من الفلسفه بتاعت النادي الاهلي معانا؟ يعني بص، برضه هرجع اقول الراجل لما دخل من اول يوم عنده سمات مهمه جدا ان انت تبقى تعرفها تناسب النادي الاهلي. يعني السمات دي كانت كويسه، الصفات اللي عنده كويسه. بعد شويه بالتاكيد الاجواء اللي بيعيشها والاحداث اللي بتمر عليه بشكل يومي، شغف الجماهير اللي عندك، الشغف الايجابي في كل بطوله. النهارده ايه؟ انت نزلنا والله واحنا نازلين من المطار، يعني حتى في المطار لسه نازلين من المطار، قال لي دي صوره ال 12 بقى. ده دي بقى طبيعه الجمهور الاهلي يا كابتن، احنا انا من دلوقتي ال 12 يا اهلي طبعا. يلا الحمد لله على كل شيء. طيب لو سالتك يا كابتن سيد، بطوله 2001 وحضرتك لعيب في البطوله دي ومشارك بقوه، وانا مش ناسي طبعا الهدف بتاعك المميز قوي قبل النهائي. الراجل ده في نفس التوقيت. ايوه صح. وفي النهائي كمان سان داونز والترجي، خلي بالك الفرقتين كمان لعبناهم السنه دي. ولا بطوله التاسعه القاضيه ممكن، ولا البطوله دي، تختار انه بالنسبه لك اقرب ليك يعني؟ والله كل بطوله لها مزاج خاص، يعني من البطولات اللي فرحت بيها جدا جدا كانت التاسعه، ودي بالتاكيد يعني، لكن فرحه التاسعه برضه كانت فرحه استثنائيه، لكن لها مزاج خاص. لكن دي كمان كانت من البطولات اللي هي فيها تعويض من ربنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي. طبعا ما شاء الله كابتن، انت 7 بطولات كلاعب وكمدرب يعني، والبطوله بتاعت 2001 دي كان ليك بصمه كبيره فيها، غير بقى وانت مدير كوره كل البصمات بتاعتك يعني. طيب اختم برساله يا كابتن بجمهور الاهلي، لجمهور الاهلي عن الدوري وعن المنافسات اللي جايه كلها للنادي الاهلي يا كابتن. اقول ان احنا عشنا اسبوع حلو قوي، يعني كنا محتاجينه جدا، يعني في مردوده باين جدا حتى في الشارع، في الاماكن اللي بتقعد فيها اصحابك، حوالي اهلك، قرايبك، الناس اللي بتتعامل معاهم في الشارع حتى بمختلف ميوله، يعني مردوده حلو جدا، اسبوع جميل جدا. لكن من يوم 18 ان شاء الله الرحمن هنبدا نتكلم بقى في الدوري، البطوله اللي غايبه عندنا بقى سنتين، خلي بالك بطوله افريقيا ما كانتش غايبه بقى لها سنتين، بقى سنه واحده بس. بطوله الدوري عندك غايبه بقى لها سنتين. مظبوط. مهم جدا يبقى العقليه دي ندخل بيها المباريات اللي جايه، عن اللعيبه نفس الكلام، يعني ما يبقاش في تريحه ولا في اعتماد على الغير، محدش يعمل شغلك غيرك. يعني ما تستناش ان في حد هيجي يساعدك. انت اللي بتعمل شغلك يعني. يعني كابتن سيد انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، وحضرتك دايما من الناس اللي انا بتفائل بيها في حياتي، دايما بيبقى ليك بصمه من كل مره بشتغل، سواء كان وانا مراسل او انا في قناه النادي الاهلي، واشتغلت مع حضرتك كمان بره، فانا بشكر حضرتك على المداخله الاكثر من رائعه دي، ويعني فعلا بتشرف بحضرتك جدا يا كابتن. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، التوفيق يا حبيبي دايما يا رب، دايما. ربنا يخليك كابتن. طيب دي كانت مداخلتنا مع كابتن سيد، ويعني فعلا الراجل ده من اميز مديرين الكره اللي جم في تاريخ النادي الاهلي بالارقام بالمناسبه، يعني انا مش بتكلم باي حاجه تانية، كارقام لو عملنا احصائيات والحاجات دي كلها هنلاقي ان كابتن سيد من اميز مديرين الكره، ان ما كانش الاميز كمان اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. نروح للتقرير ده بقى عن مارسيل كولر ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم، انتظرونا.